أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صحتك أولا. ربما يكون سهلا خفض نسبة الكوليسترول في غذائنا، ومن الممكن أن نجعل من غذائنا وسيلة لخفض النسبة المؤثرة من الكوليسترول الموجود في جسمنا، إلا أن السيناريو يتكرر في العيادات والمستشفيات حينما يختم الطبيب مراجعته لنتائج تحاليل الدم الكوليسترول والدهون الثلاثية ليقول: الأرقام تشير إلى ارتفاع في نسبة الكوليسترول الكلي أو ذلك الخفيف الضار أو الدهون الثلاثية، ولا يلبث المريض حينئذ أن يبدي انزعاجه ودهشته، أو أنه قد ينزعج دون دهشة لتوقعه تلك النتائج، ولأن ثمة أثار سلبية وعميقة الضرر على صحة المريض وسلامة حياته، فمن المهم والضروري أن تنهال أسئلة المريض للطبيب، ومن الضروري أيضاً أن يتفطن المريض إلى دواعيها أو أن يستوعب الإجابات عليها من خلال متابعته مع الطبيب وإصراره على التحسن. الكوليسترول نوعان، أحدهما مفيد والآخر مضر بالصحة عندما تزداد نسبته في الدم، ويشار إليهما أيضاً بالكوليسترول عالي الكثافة أو منخفض الكثافة. فقبل إجراء فحص الدم يجب الامتناع عن تناول الطعام من 8 إلى 12 ساعة قبل الخضوع للفحص، وذلك بهدف الحصول على نتائج موثوقة. تجدر الإشارة إلى أن الامتناع عن الطعام لهذا الوقت يساعد على انتقال الغذاء في الجسم، وتتم عملية توزيع الدهون الناتجة عنه في أنحاء الجسم. فإذا كانت القراءة تشير إلى ارتفاع في نسبة الدهون بعد مرور 12 ساعة، فهناك مشكلة في النقل أو التفكيك، فربما تنتهي هذه الزيادة في الدهون في المكان الخطأ، وهي بالتالي ما يؤدي إلى مشكلة في حال تراكمت في وعاء دموي لإمداد القلب. كيف نتحكم بنسبة الكوليسترول في الجسم؟ وكيف نحافظ على نسبة الكوليسترول الجيد في الدم؟ يجب تجنب العديد من العوامل التي تزيد من إنتاج الكوليسترول، حيث أن الجسم بحاجة لما لا يزيد عن 30% من الكوليسترول الموجود في الدهون المشبعة والمتحولة مثل الشحوم الحيوانية وزيت النخيل وجوز الهند، بحيث لا يجب أن تزيد النسبة عن 7% في اليوم الواحد. وبدلاً من هذه الشحوم، يجب التركيز في غذائنا على تناول الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الجزر والبازيلا والبروكلي، إضافة إلى تناول السمك مرتين على الأقل خلال الأسبوع. كما لن ننسى العامل الأهم في القضاء على معظم الأمراض والاضطرابات في الجسم، وهو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على الأقل، نظراً لمساعدتها في تدفق الدم بشكل منتظم من خلال الأوعية الدموية، كما أن للرياضة فوائد في المحافظة على الوزن المثالي الذي يتناسب مع سن وقامة الإنسان، وبالتالي الحفاظ على مستوى جيد من الكوليسترول عالي الكثافة المضر بالصحة. الكوليسترول لا يفرق بين عمر وجنس وضحاياه من الذكور والإناث. نصيحتي لك ألا تتجاهل مستويات الكوليسترول في جسمك، واعمل بالنصائح الطبية المثالية، واتبع حمية غذائية صارمة، مارس الرياضة، وتجنب آفة التدخين، فكلها تفيد صحة القلب وصحة الجسم ككل، ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.